مع حضراتكم اهم اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه والانشطه مع مزمرتنا العزيزه سالة حامد مراسله قناه النادي الاهلي الموجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالة صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، ويا صباح الخير يا نهاوند، وطبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. أنا دلوقتي معاكم من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وتحديدا أمام دولاب البطولات، يعني أكتر مكان بيظهر تاريخ وإنجازات النادي الأهلي مش بس في كرة القدم كمان في كل الألعاب المختلفة. هكون معاكم عشان لكم كل الأخبار والأمور المتعلقة بجميع الفرق الرياضية المختلفة داخل النادي الأهلي، وكمان الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة مستر بيتسو موسم. وخليني ابتدي باخبار يعني بخصوص الفريق الاول لكره القدم، وبعد يعني مباراه امس امام فيتا كلوب في الجوله الثالثه في مرحله دور المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا، واللي انتهت بالتعادل السلبي ما بين الفريقين، هدفين لكل فريق، يعني اللي سجل هدفين للنادي الاهلي محمد شريف ومروان محسن. بدون راحه لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله النهارده هيواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي. التجمع هيكون الساعه 12 والتدريب هيكون الساعه 1 على ملعب مختار التتش. خلاص يعني لاعبي النادي الاهلي هيقفلوا صفحه مباراه فيدا كلوب في بطوله افريقيا، وهيركزوا فيما هو قادم ان شاء الله في بطوله الدوري، المباراه القادمه امام نادي الاسماعيلي في بطوله الدوري، واللي هتقام يوم الاربعاء ان شاء الله في تمام الساعه 7:30 مساء على استاد الاسكندريه. كمان خلينا نطمن جميع جماهير النادي الاهلي على اصابه الظهير الايسر للفريق محمود وحيد، يعني بعد ما اشتكى من بعض الالام في العضله الخلفيه في الشوط الاول في الدقائق الاولى يعني من الشوط الاول، وتم خروجه ونزول ياسر ابراهيم بدلا منه. يمكن امبارح خلال المباراه الدكتور احمد ابو عبله اعلن عن التشخيص المبدئي لمحمود وحيد، وهو يعني شد في العضله الخلفيه. في الساعات القادمه ان شاء الله محمود وحيد سيخضع لاشعه على يعني العضله الخلفيه عشان نتاكد من حجم الاصابه، ويعني طبعا المده اللي هيحتاجها عشان يعني ينفذ البرنامج العلاجي والتاهيلي تحت اشراف الرئيس الجهاز الطبي الدكتور احمد ابو عبله، والمده اللي هيغيبها طبعا عن التدريبات الجماعيه مع الفريق. ده بالنسبة لجميع أخبار الفريق الأول لكرة القدم. خلينا نروح لأخبار النشاط الرياضي، ويمكن يا نهاوند ويا كريم الأيام الماضية يعني يوم الخميس الجمعة والسبت امبارح يعني شهد العديد من المباريات في جميع الألعاب المختلفة، والحمد لله يعني كل المباريات كانت النتيجة إيجابية. يعني خلينا نبتدي بالفريق الاول لكره الطايره رجال تحت قياده الكابتن محمد مسلحي، وبعد فوزهم على نادي الداخليه يوم الجمعه الماضيه بثلاث اشواط مقابل لا شيء، رجال الطايره النهارده ان شاء الله هيختموا استعداداتهم الساعه 6 بمقر النادي استعدادا يعني للمباراه القادمه. المباراه هتكون بكره ان شاء الله امام نادي الطيران، وهتقام في نفس التوقيت الساعه 6 على صاله الامير عبد الله الفيصل، دايما الصاله اللي بتمر عليها لاعبي النادي الأهلي في مقر النادي في الأدوار النهائية طبعا من بطولة الدوري العام لكرة الطايرة. كمان سيدات الطايرة أو فتيات الذهب تحت قيادة الكابتن حمدي الصافي، وبعد فوزهم على نادي سبورتنج يوم أيضا الجمعة الماضية بثلاث شواط مقابل لا شيء، النهاردة سيدات الطايرة هيواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي الساعة 5:30 بمقر النادي على صالة الشهداء عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراة القادمة، مباراة مهمة هتجمع ما بينهم وما بين نادي الزمالك يوم الجمعة إن شاء الله الساعة 6، وهتقام يعني على صالة المرادة تقام على صالة نادي الزمالك بدلا من صالة الشهداء بمقر النادي. كمان خليني أتكلم شوية عن الإصابات اللي موجودة في صفوف الفريق، ويعني لاعبتان من اللاعبات يعني اللي دايما موجودين في التشكيلة الأساسية دعاء الغباشي وفريدة الحناوي، يعني طبعا بعد ما أصيبوا في نفس الإصابة في أنكل القدم في مباراة سموحة في مباراة عفوا سبورتنج اللي أقيمت في مدينة الإسكندرية. يعني خلاص دعاء الغباشي فاضلها اسبوع في البرنامج التاهيلي، وهتكون متواجده بنسبه كبيره ان شاء الله في مباراه الزمالك يوم الجمعه، لكن فريده الحناوي هتحتاج لفتره تاهيل لمده 3 اسابيع عشان يعني الاصابه كانت في نفس المكان زي دعاء الغباشي، ولكن كانت الاصابه اقوى فهتحتاج يعني لمده 3 اسابيع عشان يتم شفائها بشكل كامل وتكون متواجده مع الفريق في التدريبات الجماعيه.
كمان خلينا نتكلم شوية عن كرة السلة في النادي الأهلي، وزي طبعا ما كلنا شفنا يوم الجمعة الماضية الريمونتادا التاريخية اللي حققها رجال السلة في مباراة الزمالك، المباراة اللي أقيمت على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي وانتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 112-106. رجال السلة النهاردة إن شاء الله يعني آخر تمرين هيكون ليهم في مقر النادي الساعة 2:30، وبعد التمرين هيتجهوا مباشرة اللعيبة والجهاز الفني لمدينة الإسكندرية عشان يدخلوا في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة نادي سموحة بكرة إن شاء الله في بطولة الدوري. المباراة هتكون الساعة 6 وهتقام على طبعا صالة نادي سموحة في مدينة الإسكندرية. كمان سيدات السلة امبارح يعني فرحونا وقدروا إن هم يحققوا الفوز على نادي مصر للتأمين بنتيجة 102-76، فوز مستحق بعد يعني أداء متميز وتنفيذ طبعا تعليمات الكابتن علي هاشم المدير الفني للفريق، وقدروا يعني لاعبي النادي الأهلي ان هم يفرضوا سيطرتهم طوال المباراه على نادي مصر للتأمين. وطبعا يعني المباراه شهدت تألق كبير من لاعبي النادي الأهلي زي المحترفه كايلا كليوباترا كره السله ثريا محمد وفريده وائل، ده طبعا كله بيبقى تحت قياده الكابتن علي هاشم المدير الفني للفريق وتعليماته. مش بس يعني هواندو يا كريم، سيدات السله اللي فرحونا امبارح حققوا الفوز كمان يعني الفريق الاول لكره اليد سيدات تحت قياده الكابتن يحيى يوسف امبارح يعني قدروا ان هم يفوزوا على نادي اصحاب اللاجيات بنتيجه 43-11، وده طبعا يعني بعد ما قدموا عرض قوي طوال شوطي المباراه ويعني اداء متميز واداء قوي من لاعبات النادي الاهلي، مش بس على يعني مستوى الهجومي كمان كان على مستوى الدفاعي، وده اللي خلاهم يعني ان هم يحسموا نتيجه اللقاء طبعا لصالحهم. خليني اقول لك يا كريم واقول لك انا هواند طبعا انه يعني سيدات اليد بعد فوزهم امبارح يعني هم كده بيوصلوا انتصاراتهم وصدارتهم في جدول الترتيب لبطولة الدوري دون تلقي أي هزيمة، يعني خلاص هيقفلوا النهاردة إن شاء الله صفحة مباراة أصحاب الجياد وهيركزوا فيما هو قادم إن شاء الله. المباراة القادمة اللي هتكون أمام نادي هيليو ليدو يوم الثلاثاء المقبل بعد بكرة إن شاء الله الساعة 6 وهتقام على صالة نادي هيليو ليدو في بطولة الدوري لكرة اليد. طبعا انا هواند وطبعا يا كريم انا معاكم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. كلمه ليك يا كريم، تفضل. بشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزه سالا حامد اللي كانت متواجده في مقر النادي الاهلي بالجزيره، جزيل الشكر ليكي.